إذن أهلا وسهلا متابعينا الكرام في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان. هنا كنتواجدوا على مستوى ثانوية الإمام الغزالي هنا بالحمامة البيضاء في أولى المحطات اللي غادي تشهدها هذا الجدارية غادي ننطلق بمدينة تطوان متابعينا الكرام، واللي غادي يكون الموضوع ديالها الهجرة متابعينا الكرام كما كتشاهدوا من خلال هذه الصور. يعني هذا هو يعني يمكن نقولوا النموذج ديال المشروع ديال الجدارية اللي غادي يتم الرسم ديالها ب الجدار التابع للمؤسسة الثانوية الإمام الغزالي، واللي كتحمل متابعينا الكرام يعني الزوجة يعني الأسرة اللي كتكون من الزوجة والزوج بالإضافة إلى الطفل الصغير متابعينا الكرام. طبيعة الحال فهذا هو الشعار، اسمح لي، هذا هو الشعار ديال الجدارية اللي غادي يتم الرسم ديالها هنا بجدار التابع لمؤسسة الإمام الغزالي، واللي الموضوع ديالها هو الهجرة متابعينا الكرام. طبيعة الحال فانطلاقة غادي تكون من مدينة تطوان كمرحلة الأولى على أن يتم تعميمها يعني باقي الدول الأوروبية، وللإشارة فهذا اللوغو هو اللي غادي يتم الاعتماد عليه للترويج أكثر لهذا يعني هذه الحملة، باعتبار أن يعني الهجرة فهي أصبحت يعني ظاهرة لكل أصبح يحلم بأنه يمشي لأوروبا خصوصا في القارة الإفريقية متابعينا الكرام. إذا بقوا معنا من خلال البث المباشر، كما قلنا هذا هو نموذج ديال المشروع ديال الجدارية اللي غادي يحمل هذا الرسم متابعينا الكرام هنا على مستوى إحدى المؤسسات التعليمية. واش هنا ولا نمشيو للأحسن؟ أنا هنا أحسن. كما قلنا متابعينا الكرام فهاد الجدارية فطبيعة الحال تم يعني الرسم ديالها بحضور فنانين من إفريقيا، ومعنا فنان من السودان الشقيقة اللي غادي يقربنا أكثر من هاد المبادرة، وشنو يعني شنو الموضوع ده هاد المبادرة وشنو الهدف من هاد المبادرة متابعينا الكرام. أول حاجة عرفنا براسك وتكلمنا على هاد المبادرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاضل اسمي الفاضل إبراهيم حسين من السودان. بخصوص هذه المبادرة، طبعا هي مبادرة بالمرتبة الأولى إنسانية، مرتبة الأولى إنسانية على أساس أنه هي كل ما يهم الهجرة وما يحدث فيها وما يحدث فيها ولا لا لا الضحايا التي تحدث في هذه، فهي بمنطلق انه على اساس ان تكون الاسره كامله
معافى من جميع سواء كان أمراض سواء كان تنمر سواء كل ما يخص الهجرة أو المهاجرين عامة، اللون من ناحية اللون أو من ناحية اللغة أو من ناحية الثقافة. فنحن اليوم طبعا جينا على أساس أن نعمل هذه المبادرة من تطوان البلد العريقة، البلد الإسلامية، البلد التي أنشئت فيها كل الحضارات، كما يقولون هي اسمها بنت قرناطة لما تقوم به من جميع النواحي، سواء إسلامية سواء حضارية ثقافية دينية، كله موجود بها. فنحن حبينا على أساس أن الانطلاقة تكون من تطوان على أن تعمم في باقي دول أوروبا عامة والمغرب خاصة. فهذه الشرارة الأولى التي سوف تنطلق منها هذا الشعار. فنتمنى إن شاء الله أن ينال رضا الجميع، وتمنوا لنا التوفيق إن شاء الله. بالنسبة للفنانين اللي كاينين، واش كاينين إفريقيا ولا من خارج القارة الإفريقية؟ لا، هي من كل الفنانين الذين يقومون على هذا المجهود من أفريقيا، واللي قائم الأول من كندا اللي هي مس مدام برين من كندا. أظن بأن هي مديرة شؤون اللاجئين في كندا. هي مسؤولة عن اللاجئين، المحامية في خصوص الإميجريشن ديبارتمنت. فهي حبت على أساس أن الفكرة تعمم، لأنه هي فكرة مهمة جدا أو موضوع مهم جدا جدا يخص كل الإميجرانس اللي هو المهاجرين، سواء كان داخليا أو خارجيا، عرب أو أفارقة أو أوروبيين، مهما كانت هي تخص شغلنا هذه، هذه تخص المهاجرين عامة، سواء مهاجرين أو لاجئين. فنتمنى يعني إن شاء الله تلقى هذا صدى الوقت. أن الموضوع ديال الهجرة باقي خصو يعني عمل بزاف ينتظركم. طبعا موضوع الهجرة موضوع مهم جدا جدا، لأنه بيتعلق بحياة البشر، حياة الإنسان المهاجر. فهنا في لأن مدى الصعوبة ومدى المخاطر التي يقوم بها لكي يصل إلى أوروبا. فطبعا موجودة هنا في المغرب حوادث كثيرة جدا حصلت، كل يعني في كل المشرق، يعني لما أقول المشرق شرق أفريقيا أو شمال أفريقيا عامة، سواء كان ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب طبعا، لأنه هي المركز، هي مركز واحتضان بتحتضن كمية كبيرة جدا من اللاجئين، وتعاملوا معاملة ابن البلد أو معاملة المغاربة صراحة. يعني بالنسبة لكم الشعار هذا اللوغو اللي كيرمز، وحاول أنك تشرح لنا. هي اللوغو هي تجمع الأسرة على أساس أنه ما لا يكون لاجئ الطفل لوحده والأب لوحده والأم لوحدها، هي كلهم مجموعة الأسرة، لم شمل الأسر. يعني عامة إنه هي اللوجو تقول إنه لا للهجرة، لا للبعد الأسرة عن بعضها. هي نعم من ناحية إنسانية ومن ناحية أسرية ومن ناحية جمع جميع الأسس اللي بتعلق بهذا اللوجو أو بالأسرة عامة. يعني هذا اللوغو اللي غادي ينطلق من تطوان غادي يتم التعميم ديالو في الدول الاوروبيه، حينطلق من تطوان. نحن تمنينا لانه تطوان هي البلد، كما قلنا يعني كما خبرتكم قبل، انه تطوان هي البلد اللي فيها الموجود فيها كل شيء، كل شيء فيها موجود، يعني مهما كان، يعني مهما الانسانيه فيها، التواجد الاسري فيها، الترابط الاسري فيها، فيها فيها. فمن تطوان وخصوصا من مدرسة الإمام الغزالي خاصة، عايزين هذه الشعار ينطلق إلى العالمية. فنتمنى يعني نتمنى أن يعمم في جميع أنحاء العالم.
هذا والله. وشكرا جزيلا، بارك الله فيكم، شكرا، بارك الله. إذا متابعينا اللي زلنا في هذا البث المباشر، طبيعة الحال فالجدارية فلحدود الآن فنزلت العملية يعني التلوين الجدارية اللي غادي يتم يعني الرسم ديالها هنا على مستوى جدار المؤسسة التعليمية أو الثانوية الإمام الغزالي. غادي نحاولوا أننا نقربكم أكثر. إذا متابعينا الكرام في هذه اللحظات فمحامية ومديرة شؤون اللاجئين بدولة كندا فهي هي اللي كتقوم يعني متابعينا الكرام بعملية يعني ملء هاد الجدارية اللي غادي تزين ثانوية الإمام الغزالي كما كتشاهدوا معنا، والإشارة فهي عندها جنسية كندية بالإضافة إلى أنها محامية تدافع عن قضايا الهجرة. كما قلنا فالموضوع ديال الجدارية كيحمل يعني الأسرة، الطفل والزوج والزوجة. طبيعة الحال فاللونين اللي غادي يتم الاعتماد عليهم هو اللون الأسود واللون الأصفر متابعينا الكرام. نمشيو ليه من بعد الرجاء. نعملوا هيدا ولا لا؟ نجيو هنا مورا الثالث صافي طيب. نجيو هنايا في التراك شوف حالنا 14 سنة. طيب. المتابعين الكرام طبيعة الحال فمعنا الشاب عبد المجيد اللي غادي يقربنا أكثر من هذا المبادرة، وللإشارة فهو أحد يعني اللجنة المنظمة اللي كتسهر على هذا المبادرة متابعينا الكرام. أول حاجة عبد المجيد عرفنا براسك وكلمنا على مساء النور على متابعين منبر شوف تي في. بالنسبة لعبد المجيد إدريسي رئيس منتدب المجلس الشعبي لنموذج الأمم المتحدة وكذلك منسقا لهذا النشاط الذي نظم بشراكة مع مؤسسة الإمام الغزالي وبتنسيق مع فنانين أجانب وبتنسيق مع برين كامبالا مديرة المؤسسة مهتمة بشؤون اللاجئين بكندا، اللي إن شاء الله هذا النشاط يعني حاولنا أننا نمشيو يكون عنده واحد بعد دولي وبعد افريقي اللي 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 غرسموا واحد الجداريه اللي فيها واحد يعني واحد كما كتشوفوا في القميص ان هذه الصوره عندها واحد البعد هنا كثر اللاجئين واللي على مجموعه من الشباب من اصول افريقيه انهم غادروا يعني للدول الاوروبيه. وهذا هذه الجداريه اللي غتصنف مؤسسه الإمام الغزالي ومعها رسومات اخرى تثقيفيه تربويه الى اخره التي ستسجل كذلك بتنسيق مع مراكز مع
مراكز ديال السياح في يعني خارج المغرب من ان تكون وجهه سياحيه لكل الاجانب المهتمين بهذه القضايا خصوصا القضايا ديال الهجره. هذه النقطه. نقطه اخرى هو في اطار دائما تعزيز طبيعه الحال المكان المغربيه على المستوى البعد الدولي والعلاقات الدوليه طبيعه الحال. يعني حنا كنحرصوا ان يكون اول حاجه تطوان اول ربما نقول مدينه, وهذا الشعار اللي غيترسم هذه المبادره مع براين اول مره يعني غتكون في المغرب وفي مدينه تطوان في الحمام البيضاء اللي غتحتضن هذا النشاط, ومن بعد غتتم التتم ديالو على الدول الاخرى الدول الاوروبيه والدول ربما الافريقيه باش انهم يترسم هذا الجدار مجموعه من الجدران في مختلف الدول العالم. ونحن سعيدين اننا احتضنوا هذا النشاط بمدينه تطوان, وهذا فخر لمدينه تطوان, فخر لطبيعه الحال للمغرب. وطبيعه الحال هذا النشاط يصب كذلك في التتمه ديال مجموعه من الانشطه اللي في شبابيه في اطار على مستوى الجهات الحسيمه بطبيعه الحال يعني وتتمه البرنامج ديال النموذج الامم المتحده اللي كملنا المؤتمر الان. يعني هذا التتمه اللي غتكون كذلك هي تتويج وكذلك يعني اشاره وكذلك يعني تسليط الضوء على هذه القضايا. ونتمنى تكونوا يعني وصلتكم هذه الرساله, وشكرا جزيلا. بارك الله فيك. شكرا للمتابعين الكرام. كما قلنا فالجداريه يعني الان يعني يمكن نقولوا بانها وصلت للمرحله ما قبل النهائيه طبيعة الحال. ف يعني الفنانين اللي مكلفين انهم يرسموا هذه الجداريه فهم غادي يعتمدوا على اللون الاسود وكذلك اللون الاصفر. متابعينا الكرام شكرا. لا كاينين هاي طلع غير تمشي طويل قبل ما توصل في ديك لا كاين واحد في القاجع غير من المجمع السكني اللي نشوي. لا خلينا نطلع في الدولة. نشوفوا شي حاجة عندها علاقة بأفريكا. على خير.
هذه قلت لي
ويكلي بينفع معاكم شوفتي اللي شفتي دي بيوني اه شوف 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 I'm not. You're not like a camera. Me? No. Hmm? Not too much. But it's okay. Enthusiasm.